بين البيزك ساينس او الاكاديميك ساينس والكلينيكال ساينس. تمام. فالنهارده ان شاء الله هيبقى موضوعنا عن الهيباتوميجالي، وده كان يعني مجهود زملائكم السابقين من خلال يمكن العشر سنوات الاخيره في موضوع الاسايمنت. عارفين طبعا الاسايمنت انتوا اكيد بتعملوه عندكم في سنواتكم برضو الاولى. تمام. ان ده كان اجتهاد من زملائكم من يمكن 5 6 أو 7 سنوات بيجهزوا موضوع الهيباتوميجالي. تمام. هما دلوقتي منهم النواب ومنهم المعيدين، عقبالكم بقى ان شاء الله. فكان الموضوع عن الايه؟ عن الهيباتوميجالي. الهيباتوميجالي يعني اللارج ليفر. تمام. وده نون سبيسيفيك ميديكال ساين. يعني ايه كلمه نون سبيسيفيك؟ ان احنا وي هاف a lot of causes للهيباتوميجالي، ما هوش مقتصر على سبب واحد. لا، ده احنا لو جينا نحط لستة للـ causes of هيباتوميجالي هنلاقي في لستة طويلة قوي زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا احنا كلنا عارفين الليفر اناتوميكالي فين الليفر. المفروض ان الليفر موجود في الرايت هايبوكوندريوم، واحنا عارفين ان الابدومن عندنا اناتوميكالي 10 كومبارتمنتس للي بيدرسوا اناتومي. عندنا الليفت والرايت هايبوكوندريا، عندنا الابيجاستريك ريجون او الابيجاستريوم، وبعدين ننزل للامبلايكال اند ليفت ورايت لامبر ريجون، والسوبرا بيوبيك ريجون وليفت ورايت الياك فوسي، بالاضافه الى الاكسترنال. دول ايه؟ دولي الابدومينال كومبارتمنتس. فالليفر فين؟ الليفر موجود below the right cupula of the diaphragm in the right hypochondria. تمام. وكلنا لازم نعرف الـ relation of the liver. عارفين ان الليفت لوب موجود في الميدلاين just below الزيف سترنم او الزيفويد بون بحوالي من 2 لـ 3 سنتيمتر، وطبعا بيبقى نوت فيلت. والرايت لوب اللور بوردر اوف ذا رايت لوب اوف ذا ليفر بيبقى جاست كوابتد مع الرايت لور كوستال مارجن. ونورمالي الليفر الرايت لوب اوف ذا ليفر از نوت فيلت اولسو. يعني نورمال ليفر يا اولاد نورمالي از نوت فيلت. لو انا بعمل كلينيكال اكزامينيشن وحسيت الليفر يبقى على طول وي هاف هيباتوميجالي. الليفر سبان يعني ايه الليفر سبان؟ الليفر سبان انا بجيب الليفر of the liver فين؟ ولاقي المريض زي ما انتم شايفين كده في الصوره هنا قدامكم examining physician بتبقى واقف على يمين المريض بتاعك. خلاص؟ طيب. المفروض ان احنا وي هاف حاجه اسمها anatomical lines. عشان وانا بتكلم anatomy بتكلم تشريح هيبقى في relations. اقول والله ده العضو الفلاني الاورجن الفلاني مش عارف موجود anterior لمين posterior لمين في الليفت في الليفت مش عارف lateral position الرايت lateral وهكذا. في حاجه اسمها anatomical relations. فالاناتوميكال لاينز دي بتبقى حاجه ايماجينري لاينز، يعني انا بايماجين او احنا بنتخيلها وبناء عليها بنعمل الاكزامينشن بتاعنا، وبنحتاجها في الكلينيكال اكزامينشن في الابدومين وفي الهارت وفي التشست. تمام. ان شاء الله لما تيجي تاخده بعد كده الكلينيكال اكزامينشن. على راسهم بيبقى مين؟ بيبقى الميد لاين. الميد لاين ده لونجيتودينال لاين بيقسم الجسم بالتساوي في المنتصف. تمام. يبقى في عندي الميد لاين، وبعدين بارلل ليه على طول حاجه اسمها الباراسترنال لاين، بارلل ليه على طول ها الميد كلافيكولار لاين، وبعدين بارلل ليه حاجه اسمها الاكزيلاري لاينز اللي هي لها علاقه بالاكزيلا والفولز اوف ذا اكزيلا. احنا عارفين ان في عندنا حاجه اسمها الانتيرو فولد اوف ذا اكزيلا والسيرو فولد اوف ذا اكزيلا والايه الميد اكزيلا الميد اكزيلاري بوينت. فوي هاف انتيرو اكزيلاري لاين ميد اكزيلاري لاين اند بوستيرو اكزيلاري لاين بنسميهم اكزيلاري لاينز. طب والباك عندنا حاجه اسمها الايه السكابولر او السب سكابولر لاين، وبعدين البارا فيرتبرال لاين، ويجي بقى في الاخر الميد لاين اللي ماشي على الايه فيرتبرال كولوم بوستيريورلي. يبقى احنا عندنا ايه ميد لاين بارا سترنال لاين ميد كلافيكولر لاين اكزيلاري لاينز سب سكابولر لاين بارا فيرتبرال لاين والميد لاين بوستيريورلي. تمام. فاذا لما باجي اخد هنا الليفر سبان واقيسه بقيسه فين؟ في انهي لاين؟ في الميد كلافيكولر لاين. طب ومن اسمه يعني انا ايه النقطه اللي بتبقى في او بتتوسط بتبقى في منتصف الكلافيكل.
نعرفين ان الكلافيكل عندنا anterior الميديال 2 ثيرد والاي واللاترال 1 ثيرد, وفي نقطه بينهم الميديال 2 ثيرد بتبقى ريزونانت اون دايركت بيركشن واللاترال 1 ثيرد بتبقى دال اون دايركت بيركشن. الحاجات دي هتعرفوها بعد كده. المهم لو انا حطيت نقطه في منتصف الكلافيكل وخدت خط عمودي بسميه الميد كلافيكولار لاين, وعلى الرايت سايد بقدر اجيب السبان اوف ذا ليفر اللي هي المسافه من الابر بوردر اوف ذا ليفر لللور بوردر اوف ذا ليفر في اللاين ده. تمام يا اولاد كده؟ طيب ازاي انا بميجر الليفر؟ اهو زي ما انتم شايفين الرسم هنا ده كده اهو. ازاي ان انا بقيس من اول نقطه من على الابر بوردر لنقطه لللور بوردر اوف ذا ليفر؟ تو جيت الابر بوردر اوف ذا ليفر لما تتعلموا بعد كده في الكلينيكال اكزامينيشن بنجيب حاجه اسمها, بنعمل حاجه اسمها تايدر بيركشن. تايدر بيركشن ده بعمله في الايه الرايت ميد كلافيكولار لاين. يعني ايه كلمه تايدر بيركشن؟ يعني انا بعمل بيركشن اللي هي عاده الاستطراق, بخبط كده على ايدي زي ما انتم سامعين كده اهي, ده صبعي اهوت, وده اسمه البركاست فينجر وده البركاسنج فينجر اهو, دي اسمها عاده الاستطراق. تمام. طيب وانا بستخدمها ليه؟ بفرق ما بين السوليد من الهولو اورجانز. لو في حاجه سوليد حاجه يعني كلها مصمطه فالغالب هتديني دال نوت اوف بركشن هتبقى مكتومه, لو هي هولو وفاضيه هتديني حاجه اسمها ريزونانت نوت اوف بركشن هتبقى الصوت بتاعها وايدر ولاودر طبعا. المهم فانا بعمل حاجه اسمها تايدر بركشن في الرايت ميد كلافيكولار لاين. تمام, من اول السكند انتركوستال سبيس والثيرد انتركوستال سبيس والفورث انتركوستال سبيس, وبعدين في اجي للفيفث انتركوستال سبيس. الناس اللي بيدرسوا ثوركس وعارفين الانتركوستال سبيسز والانتركوستال ماسلز والحاجات دي كلها, وعارفين ايه هي الايه الاسترنم والمانوبريا مسترناي والبودي اوف ذا سترنم والزيفويد بون والزيف سترنا جانكشن, اظن ده اناتومي اهو, ده مش بطن اهو, ده اناتومي مش كده؟ يبقى انا بجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر دايما, تو جيت الابر بوردر اوف ذا ليفر بجيبه بانهي ميثود؟ اسمها تايدل بيركشن في الرايت ميد كلافيكولار لاين. تمام. وبعدين ده بالنسبه ده الفيرست بوينت, وبجيب اللور بوردر اوف ذا ليفر بحاجه اسمها البالبيشن. بعمل حاجه اسمها الاوردينري ديب بالبيشن, ان انا بستخدم ايديا وابتدي اعمل اكزامينشن للابدومين, ودي من اللوكال ابدومينال اكزامينشن يا اولاد. يعني لما تيجي تدرسوا ان شاء الله في الكلينيكال راوندز في حاجه اسمها اللوكال اكزامينيشن. اللوكال ميثودز دي اللي هي اول حاجه الانسبكشن, ببص بعينيا واوصف, وبعدين البالبيشن بستخدم ايديا, والبالبيشن ده في منه الاوردينري بالبيشن والاكسترا اوردينري عفوا, الاوردينري بالبيشن ده في منه السوبرفيشال بالبيشن والديب بالبيشن فور ذا اورجانز, ومنهم طبعا الليفر والسبلين, وبعدين نستخدم البركشن وبننتهي بالاوسكالتيشن. خلاص الحاجات اللي انا بقولها لكم دي هتبقى كلها كلينيكال ميثودز احنا هنتعلمها. المهم ان احنا سمعنا ان في حاجه اسمها انسبكشن وبالبيشن بركشن اند اوسكالتيشن. خلاص. طيب وان انا بجيب او تو جيت الابر بوردر اوف ذا ليفر بجيبه بايه؟ حاجه اسمها تايدل بركشن. فين؟ في الرايت ميد كلافيكولار لاين. طب تو جيت اللور بوردر اوف ذا ليفر بجيبه بايه؟ بالديب بالبيشن. تمام كده. جميل. عشان نقول الهيباتوميجالي, ايه اللي يخلي الليفر يبقى انلارجد؟ اول حاجه الانفكشن يا اولاد, ما ننساش كلمه انفكشن. والانفكشن بالنسبه للليفر بنقسمه الى فايرال انفكشن ونون فايرال انفكشن, لان الفايرال انفكشن ريجاردنج الليفر دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الفايرال هيباتايتس فاميلي جروب, من اول هيباتايتس A والهيباتايتس B وC وD. تمام. والهيباتايتس وهكذا لغايه ما ايه, في عندنا يعني جروب بنسميهم احنا البرايمري هيباتو تروبيك فيروسز. تمام. يعني في طبعا في الجي وفي الاتش وفي الحاجات دي كلها بتبقى رير شويه. تمام. انما احنا وي هاف هيباتايتس A هيباتايتس B هيباتايتس C والهيباتايتس D في الناس اللي عندهم كرونيك هيباتايتس B او الاكيوت هيباتايتس B والهيباتايتس E. تمام كده. المهم من الكوزز الهامه جدا في حالات الهيباتوميجالي الانفكشن, ومن الانفكشن الهام جدا الايه الفايرال انفكشن. اذا كان ها الفاميلي هيباتايتس او الهيباتايتس فاميلي جروب اللي هم الاي والبي والسي ودي وكده. تمام.
وفي حاجه تانية عندنا اللي هي نون هيباتوتروبيك او السكندري هيباتوتروبيك فايروسز، اللي هم زي مين؟ زي السيتوميجالو فايروس والابشتاين بار فايروس والهربس سيمبلكس فايروس، صح كده؟ طيب وعندنا النون فايرال انفكشن زي مين؟ زي الريكيتسيا الانفكشن والسبيروكيتا الانفكشن والبروتوزوا الانفكشن والبكتيريا الانفكشن والى اخره، زي التيفويد وزي البروسيلا وزي 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 الملاريا. يعني اقصد اقول ان في ايه، ان في الجروب اوف انفكشن ده مهم جدا. هتلاقي في ناس مننا دلوقتي بتدرس المايكروبيولوجي او الباراسيتولوجي او صح كده، فهتلاقي في بعض او يعني حاجات زي كده هتعدي عليكم كتير، تمام، ريجاردنج الايه الاكيوت او الكرونيك هيباتايتس دي تو انفكشن. طبعا احنا عارفين ان كل الفيروس اللي انا اتكلمت عليهم دول يعملوا كرونيك هيباتايتس ما عدا الاكيوت هيباتايتس A والاكيوت هيباتايتس E، دول اللي بيعملوا اكيوت هيباتايتس او اكيوت فالمنت هيباتايتس او اكيوت ليفر فيلير، تمام، وفي معظم الحالات طبعا بينتهوا بالريكفري في الغالب يعني، تمام. طيب يبقى اول سبب من اسباب الهيباتوميجالي، طبعا هنا مذكور بس سبب صغير كده، لا ده احنا عندنا ايه، عندنا الجروب اوف انفكشن خلاص، فايرال ونان فايرال. بعد كده الليفر ابسيسس، لو في ليفر ابسيسس طبعا دي حالات بنشوفها، اي نعم ما بنشوفهاش كتير بس موجوده، زي البايوجينيك او البايميك ليفر ابسيسس والاميبيك ليفر ابسيسس، ودي من الحاجات المهمه، اي نعم ما بتشوفهاش كتير بس بتشوفها، ولو شخصتها ايرلي بيبقى الى حد كبير الكيور ريت فيها بيبقى عالي الحمد لله. برضو الشيستوزومايسيس، الشيستوزوما الهيباتيك فايبروزيس خصوصا في الايرلي ستيجز، الناس اللي عندهم بالهرسي. طبعا انا عارف انه الايه ان البلهرسيا ليفر دلوقتي مش كتير، وخصوصا النيو كيسز، الحاجات دي حاجات قديمه في الغالب، او البيور شيستوزومايسيس او بيور بالهرزيزيس مش كتير قوي زي زمان، عشان طبعا نجاح العلاج بالايه بالبرازيكوانتال للبلهرسيا. انما في حالات عندنا اولد شيستوزوما الهيباتيك فايبروزيس او بالهرزيا الهيباتيك فايبروزيس زي ما كانوا بيسموها زمان، انما هي اسمها شيستوزوما الهيباتيك فايبروزيس بنشوفها، وفي الغالب بتبقى ميكسد مع اذر كوزس اوف سيروزس زي البوست هيباتيتك ليفر سيروزس، الناس اللي عندهم هيباتيتس سي او الناس اللي عندهم استياتو سيروزس، اللي عندهم فاتي ليفر او هيباتيتس بي وهكذا. برضو في بعض الناس اللي بيجوا بالهيداتيك سيست بنشوفهم، لان الهيداتيك سيست برضو الى حد ما انديميك في كتير من الايه من المناطق اللي هي فيها المراعي والحاجات دي كلها، زي خط العجمي وزي بعض المناطق الصحراويه او زير الصحراوي في بلادنا، تمام. فممكن تلاقي ايه، تلاقي في بعض الحالات اللي فيها هيداتيك سيست ما بنشوفهاش كتير بس موجوده. الليبتوسبايرا نفس الكلام، برضو من الحاجات اللي ما هيش سو كومن بس الى حد ما في بعض الحالات. الاكتينوميكوزيس طبعا رير، والملاريا في بعض الحالات، تمام، انما ما هوش برضو مش كتير دلوقتي. يبقى اول حاجه كان ايه، كان الجزء اوف الانفكشن ان جنرال. تاني سبب من الاسباب ان انا ممكن الاقيها للهيباتوميجالي النيوبلاستيك كوزز، زي مين؟ زي الناس اللي عندهم اتش سي سي، واظن ان احنا درسنا المحاضره اللي فاتت الويبينار اللي فات عن حالات، خدنا كده فكره عن الهباتو سيلولار كارسينوما، ازاي نتوقعها ونشخصها وايه الكلينيكال برزنتيشنز بتاعتها وايه بعض الايه التريتمنت لاينز ليها، تمام. برضو الهيمانجيوماز، والهيمانجيوماز دي تعتبر من البرايمري بناين هيباتيك تيومرز، بنشوفها كتير الى حد ما، مش كتير قوي بس بتتشاف، يعني حالات الهيباتيك هيمانجيوماتا او هيمانجيوما موجوده وهتشوفوها يعني الى حد ما، بس ما هيش سو كومن قوي، انما موجوده ويعني اتز نوت سو انكومن يعني، تمام. الليمفوما او الليمفوميتس انفلتريشن، اللوكيميا اللوكيميك انفلتريشن، بعض حالات المالتيبل مايلوما، تمام. يبقى في وي هاف malignant causes of hepatomegaly. السيروزس، يعني الناس اللي عندهم portal cirrhosis او biliary cirrhosis، تمام، الكاردياك cirrhosis والهيموكروماتوزس. البيلياري cirrhosis ده دلوقتي بيسموه biliary cholangitis على فكره، او biliary البرايمري biliary cholangitis، تمام، الاسم الجديد بتاعه، كان كنا زمان نسميه برايمري biliary cirrhosis للناس اللي بتدرس باثولوجي، دلوقتي انه من كليتشر الجديد بتاعه برايمري بيلياري كولانجايتس. والكاردياك سيروسس في الناس اللي عندهم كونجست هارت فيلير، والناس اللي عندهم هيموكروماتوزس، وهضيف على كمان على كده الويلسون مثلا، الناس اللي عندهم ويلسون ديزيز او الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي،
بنسميهم ايه دول بقى؟ الميتابوليك ليفر ديزيز او بيليري سيروزس والاوتو اميون ليفر ديزيز، الكاردياك سيروزس في الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير، والبورتال سيروزس اللي هم زي حالات البوست هيباتيتك ليفر سيروزس في الناس اللي عندهم كرونيك هيباتيتس سي في الايرلي ستيجز اوف سيروزس. اللي انتوا عارفين ان الادفانسد ستيجز اوف سيروزس الليفر في الغالب بيبقى ايه؟ بيبقى شرانكن، بيبتدي يقل في الحجم شويه. انما في الايرلي ستيجز اوف سيروزس ممكن نلاقي الليفر يبقى انلارجد والعيان يجي له بهباته ميجالي. الميتابوليك ليفر ديزيز على راسهم مين؟ الفاتي انفلتريشن اللي احنا دايما انا عرفتها لكم اسمها ايه بقى، اللي هو الفاتي ليفر ديزيز اللي هو النفلت نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، ده اللي منتشر عندنا في بلدنا لان في حاجه اسمها الكوهوليك ليفر ديزيز ده بره اكتر. النفلت او النون الكوهوليك ليفر ديزيز ممكن طبعا اللي هو المسمى الباثولوجي بتاعه بيسموه استياتوزيس. طب لو الاستياتوزيس ديت بقت مور اند مور بروجريست ممكن تتحول لايه؟ لحاجه اسمها الناش اللي هي نون الكوهوليك استياتو هيباتايتس. طب والناش ده لو بقى مور بروجريست اكتر واكتر بقى في مور بروجريشن يتحول الى استياتو سيروزس. يبقى فاتي ليفر عادي خالص اهو اللي هو تعرف دهون الكبد، ودي هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم على الدهون اللي على الكبد دي ويقول ده الدهون اللي على الكبد دي عند كل الناس وعنده صحيح، هتشوفوها كتير جدا وهي بجريدز مختلفه تمام. وممكن تلاقي واحد عنده استياتو سمبل استياتوزس، واحد عنده ناش، واحد عنده استياتو سيروزس، او واحد جايب استياتو سيروزس ومعاه كل الكومبليكيشنز اوف ليفر سيروزس المتعارف عليه تمام. يبقى برضو لما الاقي حد عنده فاتي ليفر ما اخدوش بايه؟ ما اخدوش لايتلي، ما اقولوش كده وخلاص وطنش، لا ده هو لازم ياخده ايه؟ ياخده باهتمام شديد. ان برضو عشان دي رساله توجهها لكل الناس اللي تعرفوهم ان الفاتي ليفر ممكن يتحول الى السيروزس العنيف المعتاد اللي احنا بنشوفه بكل مشاكله. فيجب انه اللي عنده فاتي ليفر وخصوصا الناس الاوبيز او الدايبيتكس او اللي عندهم ميتابوليك سيندروم او اللي عندهم ديسليبيديميا او الى اخره لازم يهتموا بالنقطه دي كويس جدا ويبتدوا في التريتمنت تمام. الامايلويدوزيس ودي واحده من الانفيلتريتيف ليفر ديزيز، الجوتشرز ديزيز ودي واحده من الايه الميتابوليك ليفر ديزيز المهمه، النيمان بيك نفس الكلام، والفون جريج ديزيز، كل الحاجات الثلاثه الاخرانيين دول او الجيكس سي بي دي ديفيشنسي كلها يعني نقدر نقول ان هي هيريديتري ليفر ديزيز وهيريديتري اند انفيلتريتيف ليفر ديزيز، ومعظمها في الغالب بيبقى رير وبتتشخص في الغالب بالليفر بايوبسي. بالاضافه طبعا لو في هيريديتري او انهيريتد سيمبتومز او كلينيكال ساينز ظهرت على المريض. الدراجز اللي هي دراج انديوس ليفر ديزيز او التوكسيك انديوس ليفر ديزيز، وانتوا عارفين طبعا ان الدراج انديوس ليفر ديزيز ده دلوقتي كاتيجوري مهم جدا دلوقتي، وبندي محاضرات لبتوع الماجستير والدكتوراه حتى بتوع البكالوريوس كمان في الانتيتي لوحده كده اسمه دراج انديوس ليفر انجري او دراج انديوس ليفر ديزيز. انتوا لا تتخيلوا ان كتير جدا من الدراجز اللي موجوده في الصيدليات او على الشلف او الى اخره، لا تتخيلوا ان احنا عندنا عدد هائل جدا من الدراجز ممكن تؤدي الى different forms of drug induced liver disease. ناس تيجي بacute hepatitis، ناس تيجي بchronic hepatitis، ناس تيجي بcirrhosis، ناس تيجي بintrahepatic cholestasis، ناس تيجي بcirrhosis، وناس تيجي بHCC. منين الكلام ده كله؟ من الدراجز. عندنا اكتر من 1000 drug incriminated ومتهم في drug induced hepatotoxicity. البويزنينج، الالكول طبعا زي ما قلنا، والدراجز زي ما انتم شايفين يعني ده دي بس ده امثله زي الاميودارون والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هم الانالجيزكس التاموكسيفين حاجه من الايه من الكيموثيرابيوتيك ايجنتس، والميدوتريكسيد ده اميونو موديليتور ايجنت. يعني ده انت عندكم لسته طويله كبيره من الدراجز. عشان كده في الحالات اللي بتبقى بريزنتد لينا والحالات دي بتبقى هافينج ايذر اكيوت اور كرونيك ليفر ديزيز لازم، او حتى ايفن حتى فالنت ليفر فيلير، لازم اكون حاطط في ذهني الكوز المهم جدا اللي اسمه دراج انديوسد ليفر ديزيز. كونجينيتال كوز زي بعض حالات الهيموليتيك انيميا والريدلز لوب والبوليسيستيك ليفر ديزيز والكوريز ديزيز، كلها حاجات برضو ايه يعني الى حد كبير بتبقى يعني هيريديتري او الى حد ما رير، انما في بعض الحالات بنشوفها طبعا. الاذر زي الساركويدوزس، ممكن في بعض حالات الساركويدوزس بنشوفها مش كتير قوي بس شفنا حالات بعض حالات الساركويدوزس. الهانتر سيندروم والزولفيجر سيندروم برضو كلها حاجات غير مكتوبه بس كده وموصوفه، انما في الغالب ما شفناهاش. البوليسيستيك ليفر ديزيز
بس لمعلوماتكم ساعات بيبقى associated مع البوليسيستيك كيدني ديزيز. يعني احنا البوليسيستيك كيدني ديزيز بنشوفه الى حد ما اكتر من البوليسيستيك ليفر ديزيز. فبعض الناس ممكن يجي لهم البوليسيستيك ديزيز ده في الكيدني، وطبعا ده بنشوفه اكتر شويه من الليفر، وممكن يجي في الليفر وممكن يجي في البانكرياس واللانجز على فكره، تمام؟ يعني من الاماكن اللي ممكن يحصل فيها البوليسيستيك ديزيز كونجنيتال انومالي في الليفر والكيدنيز والبانكرياس واللانجز. انما اكثر الاعضاء يعني تاثرا بهذا بالبوليسيستيك ديزيز هي الكيدنيز في الغالب، بنشوفهاش كتير بس موجوده، تمام؟ حتى السيمبل رينال سيست دي هتلاقي ايه باستمرار كده، كل فتره كده تلاقي نفسك بتشوف حالات عندها سيمبل رينال سيست، برضو دي حالات يعني مش قليله بالنسبه للكيدني يعني، تمام؟ انما البوليسيستيك كيدني ديزيز ده مش هتشوفوه كتير قوي، انما اكتر من البوليسيستيك ليفر ديزيز. متفقين يا اولاد كده؟ امتى يبقى فيه تندر هيباتوميجالي؟ طبعا انتوا عارفين ان التندرنس ده من ضمن اللوكال ساينز الهامه للغايه. يعني لما اقول مثلا ان وانا بعمل اكزامينشن لاي اورجان، اقول الاورجان ده تندر ولا مش تندر، تمام؟ لان التندرنس ده معناه انه في ايه، انه في مشكله، يا اما في اكيوت سيفير اكيوت انفلاميشن، يا اما في كونجيشن، يا اما في انفلتريشن شديد. المهم دي حاجه من الحاجات اللي بتعمل تندرنس او انترنال بليدنج وات ايفر. فالهيباتايتس ممكن الاكيوت هيباتايتس ومعاه هيباتوميجالي يعمل حالات الكونجستيف هيباتوميجالي او الكونجستيف هيباتوباثي في الناس اللي عندهم كاردياك سيروز، الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير، بيبقى دايما الليفر سيفيرلي كونجستد عشان بيبقى البريشر عالي في الهيباتيك فينز، والفينس درينج اوف ذا ليفر بيبقى امبيرد الى حد ما، فالليفر بيبقى سيفيرلي كونجستد وانلارجد وتندر في الناس اللي عندهم رايت هارت فيلير او كوربال مونال او كونجستيف هارت فيلير. البارت كاري سندروم، الناس اللي عندهم هيباتيك فينس اوت فلو اوبستراكشن، يعني عندهم ثرومبس او امبوليزم او كومبريشن على الهيباتيك فينز او الايه او الانترا هيباتيك بورشن اوف ذا انفيرو فينا كيفا، فبيقولنا بحاجه اسمها البات كاري سندروم. والبات كاري دي كود بي انهيريتد او كونجينيتال او بتبقى منها في بعض حالات كتير قوي بتبقى اكوايرد بات كاري، او بيسموها اكيوت بات كاري سندروم. بنشوفها اكتر في الفيميلز اليومين دول، وخصوصا الناس اللي بياخدوا او منهم بياخدوا اورال كونترسبتيف بيلز، الناس اللي الفيميلز بالذات اللي بتاخد حبوب منع الحمل او هرمونال ثيرابي، بنشوف بعضهم عنده الاكيوت باد كياري سندروم، خصوصا بعد الحاجه الهايبر استيبليشن اوفيريان او الاوفيريان هايبر استيبليشن سندروم، والناس اللي بيعملوا اخصاب مجهري والحاجات دي، اللي بياخدوا منشطات هرمونيه والحاجات دي كلها، لقينا ان الاكيوت باد كياري سندروم او الهيباتيك فينس اوت فلو اوبستراكشن او الهيباتيك فينس ثرومبوزس او الانترا هيباتيك بورشن اوف ذا اي في سي اللي هي الانفيرنا كيفا ابستراكشن بيتظهر اكتر. طب والناس اللي عندهم هيباتوماز او الهيباتوسايت كارسينوما او مالتي سنتريك اتش سي سي زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، ممكن طبعا يبقى عندهم تندر هيباتوميجالي، تمام؟ يبقى الوقت الانفكشن او الانفلاميشن الكونجيشن، تمام، والتيومرز، يبقى الثلاثه دول يعملوا ايه؟ يعملوا تندرنس. يبقى انفلاميشن انفكشن كونجيشن اند انفلتريشن باي تيومرز. خلاص الكوزس اوف هيباتوميجالي طبعا احنا قلنا الانفكتيف اهوت الهيباتوتروبيك فيروسز زي ما قلنا، والاذر فيروسز اللي هم السكندري هيباتوتروبيك فيروسز، الملاريا والكالازار والتوكسوبلازما والاميبيك ابسيسز، السيبسز والتي بي والبروسيلا والسيفيلس، الهيداتا ديزيز والفيسرال لارفا مايجرانز والهيستوبلازموزس والبلهارزيزس، تمام. وبالنسبه للهيماتوبيوتيك او الهيماتولوجيكال كوزز زي السلاسيميا والكرونيك هيموليتيك انيميز، ميتابوليك اهو زي ما انتم شايفين نيمن بيك والجوشر والجلايكوجين ستورج ديزيز خصوصا في الاطفال، ماليجنس زي الايه الهيستيوريتيك سندرومز المايلو بروليفريتيف سندرومز الليمفوما اللوكيميا، تمام. الايمونولوجيكال زي الكرونيك جرانيولوما وبعض حالات طبعا الساركويد والحاجات دي كلها، الديفلوبمنتال زي الكونجينيتال هيباتيك فايبروزس ده بيبقى سنس تشايلد هود، والهيباتيك فينس اوبستراكشن زي حالات الايه ال طبعا البات كاري سندروم او الكونستريكت بريكارديتس وكونجستيف هارت فيلير ومعاهم كونجستيف هيباتوميجالي كونجستيف هيباتوباسي وكاردياك سيروز. لو انتم شايفين ان انا بتكلم، انا اتكلمت ايه دلوقتي؟ انا مش بتكلم بطنه بس، انت هتقولي اتكلمت على الهيباتيك فينز، اتكلمت على البورتال فين، اتكلمت على الليفر وليفت ورايت لوب، واتكلمت على الانفكشن، اتكلمنا على الهيباتوتروبيك فيروسز والنون هيباتوتروبيك فيروسز، واتكلمنا على الملاريا والكالازار والليشمانيا والملاريا والساركويدوزس والتيبي، مش الحاجات دي كلنا بندرسها دلوقتي في مختلف التخصصات، صح ولا لا؟
يعني في ناس بتسمع الحاجات دي، فده من ضمن الكلينيكال امبليكيشن بتاعها ان يجي لك حاله هيباتوميجالي. واخدين بالكم يا اولاد؟ طيب الكلينيكال برزنتيشن بقى، العيان هيجي لك بايه؟ انت دلوقتي الطبيب اهوت في الاستقبال او في العياده الخارجيه او في عيادتك الخاصه او في المستشفى واخد نبطشيه، وهيجي لك العيان اللي عنده هيباتوميجالي هيبقى برزنتد لك ازاي. اول حاجه جنرال سبيكينج بيشنتس اوف هيباتوميجالي اوفن برزنتد باي يا اما رايت هايبوكوندريال دال ايكينج بين او رايت ابر كوادرانت دال ايكينج بين، تمام. وبعدين بقيه السيمتومز بقى ممكن تبقى لها علاقه بالكوز، مش احنا لسه قايلين لسته طويله عريضه من الكوز اوف هيباتوميجالي؟ هيبقى فيه بقى ايه؟ هيبقى فيه السيمتومز اوف ذا كوز او الكلينيكال ساينز، كلينيكال سيمتومز اند ساينز اوف ذا كوز. انما هو اللي هيجي له الكبد بتاعه ابتدى يكبر في حجمه شويه، ايه اللي هيجرى؟ هيبتدي يحس بوجع. عفوا. طيب البيشنتس ويز هيباتايتس ايه مثلا؟ اللي عندهم هيباتايتس ايه؟ هيبقوا في الغالب هيشتكوا من ايه؟ هيجي بفيفر وفتيج وابدومينال بين ونوزيا ودايريا وانوريكسيا وديبريشن ويت لوس وجوندس واتشنج. شفتوا كام حاجه كده؟ تمام؟ يخلينا نشك في الهيباتايتس ايه؟ طيب اللي معاهم كورونيك هيباتايتس بي هيجوا بقد ايه بقى؟ حوالي 70% من اللي بيجي لهم اكيوت هيباتايتس بي من 70 ل 85% بيتحولوا لايه؟ لكورونيك هيباتايتس بي. برضه هيجي بكورونيك فاتيج وويكنس ولوس اوف ابيتايت ويت لوس والبريست انلارجمنت في المين دي اللي هي بنسميها الجاينيكوماستيا. ده طبعا في الغالب لما يكون حصل سيروزس، طبعا بتبقى من ضمن البريفرال مانيفيستيشنز اوف ليفر سيروزس اللي هي الجاينيكوماستيا، تمام. الراش اوف ذا بالمز، مش اسمها راش اوف ذا بالمز، اسمها بالمر اريثيما، تمام. وبيبقى ديفيكالتي وذ بلاد كلوتنج اللي هو البريدنج تندنسي. طبعا الكلام اللي مكتوب ده كان كلام مين؟ طلبه صغيرين زي حضراتكم كده، فبيتكلموا الكلام اللي بيخاطبوا بيه العامه الناس العاديين. انما الكلام بتاعنا احنا نقول ايه بقى؟ ها نقول ايه؟ نقول لا ده الراش اوف ذا بالمز دي اللي بيسموها بالمر اريثيما، ديفيكالتي وذ بلاد كلوتنج اللي هي البليدنج تندنسي. بيبقى عندهم البليدنج من ايه بقى؟ من الهايبوبروثرومبينيميا والثرومبوسيتوبينيا. السبايدر لايك بلاد فيسلز اون ذا سكين اللي هي سبايدر انجيوماتا، تمام كده. زي ما انتم شايفين مين؟ زي ما انتم شايفين المنظر ده، ده سبايدر انجيوما نتيجه ان بيحصل ايه؟ بيحصل السبكوتينيوس كابيلاري او ارتريولر فازو دايلاتيشن نتيجه ان الاستروجين بيبقى نسبته عاليه في الايه؟ في مرضى التليف الكبدي. ربنا يعافينا ويعافيهم جميعا. السيمتومز في الكوهوليك بيشنتس طبعا ممكن تشبه الى حد كبير حالات تانية، بس طبعا احنا في يعني هنا برضو عندنا في بلدنا ما بنهتمش قوي بالالكوهوليك الا لم يكن برضو في بعض الناس بتاخد الكحول، فبرضو انت يجب ان انت تاخد ديتيلد هيستوري حوالين الالكحول. في بعض المرضى هتقابلهم هيقولوا لك اه والله ان احنا كان في ناس منهم الكوهوليك، فلازم تكتب ده في الشيت بتاعك. هيجي طبعا بابدومينال تندنس والسبايدر انجيوماتا وممكن الاسايتس والانوريكسيا اللي هي البور ابيتايت والجوندس واللو فيفر لو جريد فيفر والكرونيك فاتيج، تمام. الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير هيجي بلور ليمب ايديما ويجي بديسنيا اون اكزيرشن واورثوجنيا وبروسفان نوكتورنال ديسنيا وكاردياك ازما وبالبيتيشن وشيست بين وريكارنت سينكوب وابدومينال ديستنشن ولور ليمب ايديما. ممكن يجي لك بسيانوزس ويجي لك بجوندس ويجي لك ونوزيا وفوميتنج والى اخره. شايفين قد ايه من الايه؟ من الكلينيكال مانيفيستيشنز. لان يعني اللي عنده كونجستيف هارت فيلير هيبقى جاي بيشتكي بالسيمتومز والساينز اوف كونجستيف هارت فيلير بالاضافه للهيباتوميجالي اللي هيبقى هنا نتيجه ايه بقى؟ نتيجه الكونجستيف هيباتوميجالي او الكونجستيف هيباتوباثي اند كاردياك سيروز. اللوكيميا، الناس اللي عندهم لوكيميا طبعا هتلاقي عندهم انيميا وعندهم طبعا مع الانيميا بيبقى فيه ديسنيا وبيبقى فيه كرونيك فاتيج او تيرنس، بيبقى عندهم من الليكوبينيا اللي عندهم بيبقى عندهم او حتى ايفن حتى لو في السيفير ليكوسايتوزس عشان اللوكيميا طبعا بتبقى مناعتهم الى حد كبير ضعيفه شويه فبيحصل لهم فريكوينت او ريكيرنت انفيكشنز وبيبقى في انكريست بروزنج يعني بيبقى معاهم ساعات ثرومبوسايتوبينيا مع يعني بيبقى في انيميا وثرومبوسايتوبينيا وسيفير اند سيفير ليكوسايتوزس وليكوستيزس حاجات كده كتيره في اللوكيميا، تمام. البليدنج جام الابستاكسز كل دي برضو بعض المانيفيستيشنز للناس اللي عندهم لوكيميا وفي نفس الوقت معاهم لوكيميك انفلتريشن في الليفر والليفر كبير. طبعا الناس اللي عندهم لوكيميا مش هلاقي في الليفر بس، ده انا هلاقي في كل الايه؟ الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو مين بقى؟ اللي هو الليفر والسبلين والليمف نودز.
فلاقي عندهم هيباتوسبلينوميجالي وليمفادينوباسي، مش كده ولا ايه؟ الناس اللي عندهم لوكيميا وليمفوما هدور على هيباتوسبلينوميجالي وليمفادينوباسي، بدور على السيرفايكال والاكزيلري والانجوينال وحاجه اسمها الفيسرال او الانترنال ليمف نودز زي الميدياستانال ليمف نودز والابدومينال جروب اوف ليمف نودز، مش كده ولا ايه؟ بلاقي برضو الناس اللي عندهم لوكيميا او تلاقي عندهم بوليمينوريا او مينوراجيا، عندهم بون اكس، تمام اهوت الليمف نودز، بتلاقي عندهم اللارج ليمف نودز فين؟ في فين زي ما انا لسه قايل لكم، سيرفايكال اللي هو في النك، واكزيلا اللي في الاكزيلا، والجراين اللي هي الانجوينال ليمف نودز، بالاضافه طبعا للسوولن جامز ومع البليدنج جام، يبقى فيها هايبرتروفي في الجام ومعها كمان بليدنج، تلاقي اللس عندهم ورمه وملتهبه زي ما انتم شايفين في الصوره كده هنا اهيت، وبتبقى في ايزي بليدنج، بالاضافه طبعا للابدومينال بين ومعاهم هيديك وفيجن بروبلمز، وبالاضافه للابدومينال بين طبعا. الناس اللي عندهم اتش سي سي، واحنا لسه واخدين الويبينار اللي فات عن الاتش سي سي بالكامل، برضه ممكن يجي لنا بالبين وبالاسايتس وبالجوندس وبالانكفالوباسي وبالبليدنج، صح؟ يجي لنا بكل المانيفستيشنز اللي احنا قلناها، وانا قلت لكم حتى في الويبينار اللي فات ان الناس اللي عندهم اتش سي سي ممكن يجي لك اي سيمتوماتيك، ما عندوش سيمتومز وانت تكتشفه بالروتين اكزامينيشن بتاعك وانفستيجيشن، او يجي لك بواحده من الايه؟ من السيفير ديزاسترس او سيفير كومبليكيشنز زي الايه؟ الجوندس وزي الاسايتس وزي الهيباتيك انفلوباسي وزي البليدنج. طبعا الجلايكوجين ستورجي ديزيز طبعا ده بيعتمد على الانزيم افكتد السنس جلايكوجين ستورج اوكرز ان ذا ليفر طبعا والماسلز، والسيمتومز بتبقى ريليتد للليفر والماسل ديسفانكشن، وده طبعا بيجي في البيدياتريكس تدرسوه في الاطفال اكتر، هو ماهوش ديزيز يعني شائع ما بنشوفوش كتير، انما هو لو موجود بيبقى موجود في الاطفال اكتر. ساركويدوزز نفس الكلام ما بنشوفوش كتير برضو، انما طبعا الساركويدوزز ده بيبقى في الغالب يعني بيبقى كونفايند اكتر للريتيكولار سيستم زي الليفر وزي السبلين وزي الليمف نودز، فممكن يجي العيان برضو عنده ميديا ستانل ليمفادينوباسي ويجي لك ريزيستنت كاف او ديسنيا، ويجي لك بفاتيج ويت لوس وفيفر وخصوصا نايت فيفر، او حاجه اسمها البرودرومال سيمتومز والمليز والهيديك والبون اكس والكلام ده كله، تمام. وال ممكن تلاقي بسمول ريد بامبنج على الفيس والارمز والباتوكس كده اللي هي بيسموها بليدنج تندنسي، تمام. والريد ووتري ايز والحاجات دي ممكن يجي ببولي ارثرالجيا، ليه؟ بيبقى فيه يعني مالتي سيستميك مانيفيستيشنز بالنسبه للساركويدوزس، وده واحد بنعتبره من النون كازيتنج جرانيلوما اوتو اميون بيزد، والتريتمنت بتاعه بيعتمد اكتر على الاسترويدز. الهيموليتيك انيميا فيفر وابدومينال بين وانيميا طبعا بالسكن اللي هو البالور اللي احنا بنسميه بالور، والفاتيج والاريتابيليتي والسمول انكسبليند بروزس طبعا بيبقى معاهم بليدنج تندنسي وابستاكسس وبليدنج جام، تمام. وممكن يجي بالوجوريا لو ما دخل في اكيوت رينال فيلير، وممكن يجي بإديمة في الفيس وفي الهانس والفيت، تمام كده، او جنرالايزد إديمة، وسمتايمز بيجي بنيورولوجيكال سيمتومز such as seizures او الفيتس، او يجي بكونفالجنز طبعا لو في نيورولوجيكال افكشن بحالات مع حالات الهيموليتيك انيميا. الانفستيجيشن اوف ذا كوز طبعا بالنسبه لحالات الهيباتوميجالي، تمام، لو انا شاكك في هيباتيتس ايه بطلب الانتي بوديز فور هيباتيتس ايه اللي هو الاي جي ام والاي جي جي، بالاضافه للليفر انزيمز اللي هو منها ال A ال T. والناس اللي بتدرس بايو كيمستري ال A ال T اللي هو ايه بقى؟ ها؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الالانين ترانسفيريز، ايوه الالانين امينو ترانسفيريز، تمام كده؟ تمام؟ طيب وال A ST اللي هو ايه؟ ها؟ الاسبرتيت امينو ترانسفيريز، برافو عليك كده، تمام يا اولاد؟ تمام، دول بنسميهم ليفر انزيمز او الامينو ترانسفيريزز اللي هو الاسبارتيت والالانين، ده حاجات من الحاجات المهمه جدا للناس اللي بتدرس بايوكيمستري يا جماعه. برضو بالنسبه للهيباتيتس بي عندنا الماركرز، الناس اللي بتدرس مايكروبيولوجي عارفين الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده ات از ذا فيرست ديتكتابل فايرال انتيجين، الهيباتيتس بي كور انتيجين، وده بيانديكيت الالس ديزيز، وده بنديتكتد في الايه؟ في التشو بس، فاحنا بنطلب دايما الكور انتيبودي الاي جي جي والاي جي ام في السيرم، انما الكور انتيجين ده بنطلعه بالايه؟ بالتيشو لو انا هاخد ليفر بايوبسي، ما بنعملوش كتير طبعا ليفر بايوبسي دلوقتي، كنا بنعمله زمان، انما بنطلب الكور انتي بودي الاي جي ام والاي جي جي، ده عشان اشخص مين؟ اشخص الاكيوت هيباتيتس بي في الويندو بيريود اللي بيكون لسه السيرفس انتيجين ما ايه؟ ما تكونش فيها. الاي انتيجين ده طبعا اول ما السيرفس انتيجين يختفي يبتدي يظهر الاي انتيجين، وده بيوضح ان في ايه؟ ان في سام سورت اوف كورونيستي بقى او انفكتيفيتي يعني. والبي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن عارفينه طبعا الناس اللي بتدرس بايوكيمستري ومايكروبيولوجي،
البي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن ده انا بشوف بيه الفيرال لود وبشوف قد ايه من الايه من الانترناشونال يونتس تمام او الكوبيز اللي موجوده للدي ان اي فيروس اذا كان للبي او الار ان اي فيروس اذا كان للسي. الانتي بوديز طبعا بالنسبه للبي برضو اللي هو الانتي بوتاتس بي كور زي ما قلت لكم لسه حالا طبعا ذا فيرست انتي بودي تو ابير. الاي جي ام في الغالب بيدنوت الاكيوت انفيكشن، الاي جي جي بيدنوت الباست انفيكشن اللي هو الهيباتايتس بي كور انتي بودي. ليه بقى؟ اهو لسه قايل لكم انا الكلام ده، اتز امبورتنت تو دايجنوز الهيباتايتس بي ديورنج مين الويندو بيريود اللي لسه فيها السيرفيس انتيجين ما كونش او ما ظهرش بوضوح. الانتي هيباتايتس بي تو ذا سكند انتي بودي تو ابير بعد مين؟ بعد الايه؟ ها؟ بعد الكور ايه؟ بعد الكور انتي بودي. طيب والانتي هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي ده اخر انتي بودي بيتكون، وده اللي بيتكون عند اللي بيتطعمه ضد فيروس بي. لو انت عاوز تعرف اذا كان الولد ده او الحد ده اتطعم ضد فيروس بي بتطلب له ايه؟ السيرفيس انتي بودي وتشوف التتر بتاعه، تشوف التتر ده قد ايه، لو وصل لحد معين يبقى هو فعلا اوريدي فاكسينيتد تمام او كيورد. طبعا لو انت شاكك في حاله الكحوليك هيباتايتس بنشوف طبعا كل الليفر فانكشن تيست اللي احنا الليفر انزيمز والبيلروبين توتال ودايركت والسيرم البومين والبروترومبين تايم او البروترومبين اكتيفيتي والاي ان ار والكلام ده كله. بنعمل طبعا السي بي سي بليدنج تايمز بليدنج تايم وكوجليشن تايم، بعمل الالكترولايتس سيرم صوديوم والبوتاسيوم والايونايزد كالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم والحاجات دي كلها، وبشوف الاذر كيميكالز اللي هو زي الرينال فانكشن وزي الدايبيتك بروفايل والرينال بروفايل كل الحاجات دي والليب بروفايل الحاجات دي كلها طبعا انا بشوفها، والسي بي اللي هو السي ار بي سي رياكتيف بروتين كل ده انا بشوفه، وخصوصا مش في الاكوليك هيباتايتس بس، لا انت اي حاله فيها هيباتوميجالي او هيباتيك تاتش عموما اذا كان اكوت ولا كرونيك انت بيبقى عندك لسته او احنا بنسميها البانل او الورك اب للانفستيجيشن اللي هو الليفر تيست بروفايل مطلوبها كامله، الرينال تيست بروفايل، الليب بروفايل، الدايبيتك بروفايل تمام كده، وبالاضافه للسي بي سي والسي رياكتيف بروتين. وبعدين اشوف بقى لو بدور على الايتيولوجي اشوف بقى الفايرال ماركرز اذا كان البي ولا السي او السكندري هيباتوتروبيك او بطلب الاوتو اميون ماركرز او الميتابوليك ماركرز وهكذا بقى، او التيومر ماركرز بيبقى اسمه ستيب وايز ابروتش بعد كده هنعرفه تباعا يا اولاد ان شاء الله كل مدرستنا تتقدم ان شاء الله. طبعا الالترا ساوند احنا في الاتش سي سي قلنا الالترا ساوند ماله ده مهم جدا، مهم قوي لاي هيباتولوجيست لاي دكتور كبد وجهاز هضمي مهم جدا جدا الالترا ساوند ليه، لان بقدر بيه على طول احدد اذا كان الليفر ده فعلا لارجد ولا لا، بشوف السايز بشوف البوردر بتاع الليفر بشوف الايكوتكتشر بتاعت الليفر البورتال فين دايمتر بشوف البورتال برانشز الهيباتيك فينز بشوف الاي في سي بشوف الجول بلادر بشوف السبلين بشوف اذا كان في اسايتس ولا لا اذا كان في هيباتيك فوكاليجن ولا لا ده شغلانه بشوف ببص على الكيدنز وبشوف الكولون كل ده او الانتستين والكولون كل ده بشوفه بالايه بالالترا ساوند. والليفر بايوبسي طبعا احنا طبعا اتفقنا ان الليفر بايوبسي في حالات زي حالات الاتش سي سي ما بنعملهاش في الغالب اتس فوربيدن ان انا اعملها في حاله الاتش سي سي الا لم يكن تشخيص حالات الهيباتيك فوكاليجن صعب وانا مش قادر اوصل لها بالايه بالايمجينج موديل ديفرنت ايمجينج موديلز اللي انا عملتها او وصلت لها او شفتها يعني شفت عملت او طلبت اكتر من ايمجينج موداليتي وستيل لسه النيتشر اوف ذس هيباتيك فوكال نوديول انكلير فبالتالي بطلب الليفر بايوبسي. او في بعض الحالات مثلا زي الاندياجنوزد كرونيك هيباتايتس زي الاندياجنوزد ليفر سيروزس زي الاندياجنوزد انتر هيباتيك كوليستيزيس ممكن اعمل ليفر بايوبسي. دكتور هو البليدنج تايمز ده هو الاي اس ار؟ لا البليدنج تايم ده يا حامد غير الاي اس ار. الاي اس ار ده اللي هو الريتروسايت سيدمنتيشن ريت اللي هو سرعه الترسيب. البليدنج تايم ده اللي هو سرعه النزف، وفي كمان الكواجليشن تايم سرعه التجلط اللي انا بشوف بيها البليدنج تندنسي والكواجليشن ديفكت عند المرضى دول اللي هي سهوله النزف اللي بشوف بيها الكواجليشن كاسكيد يا حامد. الناس اللي هتدرس في الهيماتولوجي عارفين الفاكتورز اللي هي الكواجليشن فاكتورز من اول فاكتور 1 لفاكتور 12 والبروثرومبين تايم عارفين الكلام ده ولا لا؟ اه طب هو التست ده بنعمله ازاي البليدنج تايم ده؟ بيتعمل بتشك كده العين شكه كده صغيره وبياخد نقطه الدم وشوف البليدنج هيقف بعد قد ايه بعد يعني حوالي قد ايه يعني الكلوت تتكون بعد قد ايه اللي هو الكلوتنج تايم تمام والبليدنج بيفضل واخد وقت قد ايه ده في حوالي اظن ده 5 دقائق وده ثاني 8 دقائق بيتعمل في المعمل ده تحليل سريع بيسموه بليدنج تايم وكلوتنج تايم. انما في عندي تحاليل ثانيه انا بعرف بيها الكواجليشن ديفكتس او البليدنج تندنس زي مين؟ زي البروثرومبين اكتيفيتي والاي ان ار وزي البليتلت كاونت
ثرومبوسيتوبينيا مثلا او كواجليشن ديفكت يعني. خلاص يبقى البليدنج تايم حاجه وكواجليشن تايم حاجه، ده انا بقى بشخص بيه بليدنج تندنسي والبليدنج ديس اوردرز والبليدنج دايكسيس تمام، والاي اس ار اللي هو سرعه الترسيب ده بشخص بحاجه تانية. الاي اس ار ده حاجه من الاكوت فيس بروتينز او الميسوز اللي بتتعمل عشان اشخص فيها الاكتيفيتي اوف انفكشن او انفلاميشن او تيشو ديستراكشن، زيه زي السيري اكتيف بروتين كده تمام، ان هو بيعلى في حالات الانفكشن او تيشو ديستراكشن او الكرونيك اكتيف ديزيزز. خلاص يا حامد؟ تمام يا دكتور. طيب الانفستيجيشنز اوف هيباتوميجالي ان كونجست هارت فيلير، انت شاكك ان هو عنده هارت فيلير، طبعا هعمله ليفر فانكشن كلها مش كده؟ ما هي الليفر فانكشن تيست دي غير السيرم والسيرم بلوروبين، طبعا شفتوا زملائكم لما كانوا بيكتبهم هم، دي محاولات كويسه منهم برضو كاتب السيرم بلوروبين لوحده، لا السيرم بلوروبين ده من الفانكشن تيست برضو، لان الليفر تيست بروفايل اللي هو ايه بقى، الليفر تيست بروفايل كله السيرم بلوروبين توتال ودايركت، السيرم البومين، البروثرومبين تايم اند اي ان ار او البروثرومبين اكتيفيتي يعني والاي ان ار، زائد الليفر انزيمز اللي هو الاي اس تي والاي ال تي، زائد الكوليستاتيك ماركر زي الجاما جي تي واللي هي الجلوتاميل. ها عارفين الجاما جي تي ايه؟ هو الجاما جي تي يا اولاد؟ لا مش عارفينه. ده الجاما جلوتاميل ترانسبيبتيديز يا حامد، جاما جلوتاميل ترانسبيبتيديز اسمه جاما جي تي، ده بشخص بيه ايه؟ الانترا هيباتيك كوليستيز، بيطلع من الكولانجيوسايتس اللي موجوده في الانترا هيباتيك بيلياري راديكلز او بيلياري تراكت في الليفر، بيزيد في حالات الانترا هيباتيك كوليستيزس. طب الالكالين فوسفاتيز عارفينه ولا لا؟ ده برضو انزيم بيعلى في حالات الكوليستيزيس، الناس اللي عندهم صفرة كبدية وانسداد صفراوي وعندهم دي في القنوات المرارية والحاجات دي. المهم فدي اسمها كلها ليفر تيست بروفايل. يبقى انا كل اللي انا قلته ده فانكشن للليفر، ما عدا مين؟ ما عدا الليفر انزيمز. الليفر انزيمز ما بنعتبرهاش فانكشن، بنعتبرها ايه بقى؟ بنعتبرها ماركرز اوف انفلاميشن، ماركرز اوف سيل انتجريتي. يعني الليفر انزيمز لو عاليه يبقى معناها الليفر ماله، الليفر مالها انفليم، يعني فيه هيباتايتس اكيوت او كرونيك، صح كده؟ انما لو هي نورمال هل ده معناه ان الليفر فانكشن كويسه؟ لا طبعا، لان ممكن يبقى العيان عنده ليفر سيروزس وادفانس سيروزس كمان وتلاقي الليفر انزيم بتاعته نورمال. طب انا اعتمد بقى على تشخيص الفانكشن بايه بالنسبه لللاب؟ لاب انفستيجيشنز، الاختبارات المعمليه اللابراتوري انفستيجيشنز، بعتمد على الصفرة والالبومين والبروثرومبين، دول اساس مين؟ اساس الليفر فانكشن. فهمتوا يا اولاد؟ فلما اجمع الثلاثه دول اللي هم اساس الليفر فانكشن مع الليفر انزيمز، الليفر انزيمز اللي هم بعتبرهم ماركرز اوف انفلاميشن او ماركرز اوف سيل انتجريتي او انديكيتورز اوف سيل انتجريتي اوف ذا ليفر تمام، اجمعهم على بعض وبقى لي بقى ليفر تيست بروفايل. انا وفرت على نفسي، هتعمل ايه؟ تطلب ايه؟ هقوم اطلب الليفر تيست بروفايل اللي هم مين؟ ها تاني، بلوروبين توتال ودايركت، بروثرومبين اكتيفيتي اند اي ان ار، سيرم البومين، كوليستاتيك ماركرز، بالاضافه لي الليفر انزيمز اللي هم الاي اس تي والاي ال تي تمام. طبعا السي بي سي مهمه، الاي اس ار والسير اكتيف بروتين مهم، وبعدين اطلب الرينال بروفايل، الدايبيتيك بروفايل، والليبيد بروفايل، ده الاساس. طب انا محتاج بعرف الاسباب بتاعت الليفر ديزيز اللي عندي، بعمل فايرال ماركرز، ما فيش فايرال ماركرز بطلب بقيه الفيروسز اللي هم السكندري هيباتوتروبيك فايروس، ما طلعش حاجه في الانفكشن، اطلب الاوتو اميون ماركرز، ما طلعش حاجه في الاوتو اميون ماركرز اطلب الميتابوليك ماركرز او التيومر ماركرز وهكذا. بيبقى عندي في دماغي كده ستيب وايز ابروتش، انا بقى ايه بحاول ان انا استخدمه في مختلف الديزيزز يعني. خلاص في الرايت سايد هارت فيلير او الكور بالمونال او الكونجست هارت فيلير بلاقي فيه هايبر بلوربينيميا في الغالب، وممكن الاقي اليفيشن للليفر انزيمز، وممكن الاقي الفيتامين كي قليل. ليه بقى؟ لانه انتوا عارفين طبعا الليفر لما يبقى كونجستد لفتره طويله، لما تبقى الهيباتوسايت كونجستد لفتره طويله ممكن يحصل ان هي تفقد وظيفتها وتتعرض الى الايه، الى الباثولوجي او بيسموها هيباتوسيتيك انجري، فيبتدي الصفره تعلى والانزيمات تعلى وفيتامين كي يبتدي يتاثر. الليفت سايد هارت فيلير بتبقى طبعا بيبقى في ماركت اليفيشن للسيرم بلوروبين والايه، الانزيمات ممكن تعلى شويه وترجع طبيعي. المهم ان انا الليفر في عيان القلب ممكن يبقى ايه؟ يبقى اندلجت بايه بقى؟ يبقى او بيتاثر بايه في العين اللي عنده كونجستيف هارت فيلير، انه ممكن يتضخم نتيجه الكونجستيف هيباتوميجالي، الكونجستيف هيباتوباسي اند كاردياك، حتى انا سميتها اهو كاردياك سيروز، يعني اللي حاصل في الليفر ده جاي منين؟ جاي من القلب. لو هو عنده اتش سي سي
اللي عنده كرونيك هيباتايتس بي او سي في الغالب. طبعا احنا برضو احنا في الويبنار اللي فات، الويبنار بتاعنا اللي فات قلنا ان احنا بنعمل سكريننج للاتش سي سي، وقلنا الريسك فاكتورز للناس دول بندور في مين على الاتش سي سي، قلنا الناس اللي عندهم سيروزس ايا كان سببه، والناس اللي عندهم كرونيك هيباتايتس سي وكرونيك هيباتايتس بي، حتى اللي اتعالجوا من الكرونيك هيباتايتس سي بنقول لهم يا جماعه خلي بالكم لازم تتابعوا نفسكم تمام. والناس اللي عندهم اوبيزيتي وعندهم فاتي ليفر او استياتو هيباتايتس او نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، والناس اللي هيفي سموكرز والناس الاوبيز و الى اخره، مش احنا قلنا الكلام ده يا اولاد؟ طيب وبرده البيشنتس وذ هاير سسبشن اوف اتش سي سي، طبعا البيست ميثود اللي هي التراي فيزيك سي تي، وانا شرحته لكم المره اللي فاتت قلنا ايه هو التراي فيزيك سي تي والتراي فيزيك دايناميك ام ار اي عشان انا احدد او اشخص حاله اتش سي سي في الليفر. وبرده الالفا فيتوبروتين، لما قلنا ان لازم الالفا فيتوبروتين في 60% من الحالات بيبقى عالي، وفي 40% من حالات الاتش سي ممكن ما يبقاش عالي ويبقى نورمال، عشان كده ما بنعتمدش عليه اعتماد كلي. لو هو عالي قوي خلاص اتس اوكي، لو هو نورمال اقول لا مش شرط، انا لازم ااكد ان دي اتش سي باكتر من ايمجينج موداليتي، والكلام ده انا قلته المره اللي فاتت. والبايوبسي نفس الكلام اهو، it is not in indeed to او اسف it is not needed يعني، وده طبعا indeed برضو ده كلام حق يعني، to confirm the diagnosis if certain imaging criteria او imaging modalities is met. مش ده كلام، مش ده معنى الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، هو ده اللي هو السي تي والالتيرناتيف ام ار، اللي هو التراي فيزيك سي تي ليفر والديناميك ام ار اي تراي فيزيك او تراي فيزيك ام ار اي. اللوكيميا طبعا بعمل سي بي سي وباخد بعمل بوم مارو بايوبسي واسبيريشن. اي هيماتولوجيكال ديس اوردر اضطر ممكن اعمل طبعا بعمل سي بي سي، ده اساسي دي المرايه بتاعتنا، ده الف ب هيماتولوجي، وبعدين بعمل اي اس ار وسيلكت بروتين، وبعدين بعد كده ممكن اطلب اعمل بوم مارو اسبيريشن اند بوم مارو بايوبسي، وبعمل اميونو فينوتايبنج، وبعمل ليمف نود بايوبسي، وممكن اعمل لامبر بانكشر سباينال تابنج، واعمل سباينال فلويد اناليسيس. كل دي حاجات انا بحتاجها في الهيماتولوجي، وخاصه السي بي سي والبومار والليمف نود بايوبسي. خلاص يا اولاد، برضو لما تيجي تدرس الهيماتولوجي هتلاقي الحاجات دي من الاساسيات هناك. برضو في الجلايكوجين ستورج ديزيز ده في الاطفال اكتر زي ما اتفقنا، ودي حاجه رير ان انا بشوف الايه البرانشنج انزيم اكتيفيتي، وبعمل الدي ان اي اناليسيس تمام، وبعمل كالشر للايه الامنيوسايتس بالنسبه للبريجننت فيميلز. يعني الانفستيجيشنز للساركويدوزيس، حالات الهايبر كالسيميا طبعا، الكونفرجن اوف فيتامين دي تو اتس اكتيف فورم باي ايبيثيليويد ماكروفاجز، هشوف السيرم كالسيوم اللي هو التوتال والايونايزد سيرم كالسيوم، وبعمل شيست اكس راي عشان اشوف الميدستاين الليمف نودز، بعمل اي سي جي عشان لو في كاردياك انفولفمنت والليفر فانكشن، وطبعا ببص على الليفر وعلى السبلين وعلى الابدومينال الليمف نودز كمان تمام، وبشوف 24 اور كالسيوم، وبعمل حاجه اسمها السيرم ليفل لل الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي هو الاي سي اي تمام. لانه طب لقينا برضو ان الانزيم ده بيعلى في الناس اللي عندهم ساركويدوز. وطبعا اهم حاجه في الساركويدوزز ان انا باخد التيشو بايوبسي، باخد ليمف نود بايوبسي خصوصا من الشيست، وفي الاخر في الاخر بنكتشف ان هي ساركويد. هي مش كتيره ما هيش كومن هي رير، بس في حالات موجوده اوريدي اون تريتمنت. يعني الهيموليتيك يوريميك سندروم دي برضو حاله من الحاجات الرير، بنعمل السي بي سي ويورين اناليسيس وبعمل ريكتال فانكشن تيست. كل الحاجات دي من الحاجات المطلوبه، ولو ان الايه السندروم ديت الى حد كبير رير، ما هيش رير قوي بس موجوده. يعني احنا بالتعاون مع بتوع الهيماتولوجي بنتوصل الى تشخيص لبعض الحالات اللي زي كده. طب هل يا ترى بعد ما خلصنا واتكلمنا على الهيباتوميجالي والكوزس والانفستيجيشنز، طبعا احنا عرفنا الانفستيجيشنز لحالات الهيباتوميجالي ما هيش مش حاجات ثابته، انها بتعتمد على الانفستيجيشن اوف ذا كوز. بعد طبعا ما بيجي العين بيشتكي بين او ضل ايكينج رايت هايبوكوندريال او رايت ابر كوادرنت ابدومينال بين، هل لي تريتمنت؟ يبقى برضو التريتمنت از تريتمنت اوف ذا كوز تمام. اللي يبقى تريتمنت اوف هيباتوميجالي ات از يوجوالي تريتمنت اوف ذا كوز تمام. في الهيباتيتس A طبعا ده نون سبيسيفيك تريتمنت، في الغالب العيان بيمشي كونسرفاتيفلي على فولو اب. وطبعا انتوا عارفين ان الهيباتيتس A في التشيلدرن بيبقى سيلف ليميتد ديزيز في الغالب يعني، والطفل بياخد منه مناعه طول عمره بعد كده. برضو في الهيباتيتس B، في الاكيوت هيباتيتس B ما بنديش علاج، بنتابع لانه ساعات العيان ممكن يحصل له ريكفري تمام وفيرال كليرنس. طب لو هو دخل بقى في كرونيك هيباتيتس، طبعا انا بحطه على
الايه الكريتيريا اوف تريتمنت. انما في الاكيوت هيباتايتس بي ما بنديش علاج الا في حاله واحده بس، لو العيان دخل في اكيوت فالمنت هيباتايتس نتيجه اصابته بالهيباتايتس بي، بيسموها اكيوت هيباتايت اكيوت فالمنت هيباتايتس بي، ساعتها بندي ايه العلاج بتاع الهيباتايتس بي عشان بنخشى ان العيان يخش في ليفر فيلير، وطبعا اللي بيبقى المورتاليتي ريت بيبقى عالي في الحالات اللي زي كده. التريتمنت في كرونيك هيباتايتس بي في عندنا النيوكليوزايد انالوجز ونيوكليوتيد انالوجز، انا مش عاوز اوجع دماغكم بالحاجات دي، انما احنا وي هاف تريتمنت للناس اللي عندهم كرونيك هيباتايتس بي اللي بيبقى بشروط معينه، عشان يعني في ريكويرمنتس بتبقى مطلوبه قبل ما اقرر واقول ان المريض ده هو محتاج ياخد علاج ولا لا. تمام. الانفنتس بورن تو ماذرز نون تو كاري هيباتايتس بي، طبعا لما تبقى واحده عندها كرونيك هيباتايتس بي وحامل، انتوا عارفين طبعا يوم الولاده بالظبط بنبقى بلاننج ان هي تاخد الباسل ايمونايزيشن اللي هي الانتي هيباتايتس بي ايمونوجلوبولينز، وتاخد اول جرعه من الايه من الفاكسينيشن للهيباتايتس بي الانتي هيباتايتس بي فاكسين، يعني بنديها هيباتايتس بي ايمونوجلوبولينز اللي بيسموها باسيف ايمونايزيشن، ونعمل لها اكتيف ايمونايزيشن بايه اول جرعه من التطعيم ضد فيروس بي ده سينسبيرس اول ما الطفل بيتولد على طول في ساعتها. التريتمنت اوف الكوهوليك هيباتايتس نفس الكلام برضو بنعالجه ونقول له لازم طبعا الايه حاجه اسمها الابستيننس فروم الكحول او الكومبليت افويدنس اوف الكحول، وبرضو ممكن ندي بعض الايه التريتمنت اكوردنج للحاله اللي هو جاي لك، لو جاي لك باكيوت الكوهوليك هيباتايتس او دخل في الكوهوليك كرونيك هيباتايتس او الكوهوليك سيروزس بياخد علاج اكوردنج للايه للبرزنتيشن. كونجست هارت فيلير طبعا ده لايف ستايل تشينج، العيان بيمشي على سيرتن ايه لايف ستايل موديفيكيشنز، بالاضافه للميديكيشنز بندي دايوريتكس بندي ارتيريو دايليتورز بدي حاجات من الحاجات اللي هي بتقلل البريلود وتقلل الافتر لود وتحسن الكاردياك كونتراكتيليتي، وبزود بيها الايه الكفاءه يعني الافشنسي اوف ذا كاردياك ماسل، بندي الايس انهيبيتورز اللي هي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز او الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز اللي هم الاي ار بيز او بيتا بلوكرز او ديوريتكس، اللي منهم السبيرونولاكتون على فكره، السبيرونولاكتون ده واحد من الايه البوتاسيوم سبيرنج ديوريتكس، بدي ممكن ادي الديجوكسين اللي بيشتغل على الكاردياك ماسل ويحسن الكونتراكتيليتي وبيحسن طبعا الاجيكشن فراكشن بتاع الهارت. تمام. وادي ممكن ادي الكالسيوم شانل بلوكرز وهكذا. تمام. هل في سيرجري في حالات الهارت؟ طبعا لو كان في روماتيك هارت او فالفولار ليجنز او في بعض حالات السيفير اسكيميك كارديوميوباسي بنعمل ساعات كابج اللي هي كوروناري انجيوغرافي باي باس جرافت او كوروناري ارتري باي باس جرافتنج في الناس اللي عندهم سيفير كوروناري اسكيميا او كوروناري ارتري ديزيز اللي بيسموها الكابج او القلب المفتوح، لو انتوا تسمعوا عنها يا اولاد كوروناري ارتري باي باس جرافتنج اللي هي الكابج، او ان انا اعمل ميترال فالف ريبليسمنت او اورتيك فالف ريبليسمنت، او لو كان في في اس دي او مثلا اي اس دي وعامل له كلوجر بنعمل الحاجات دي كلها. المهم ده بنبعته لمين؟ للكارديو ثوراسيك سيرجن. يعني في بعض حالات الكاردياك ديزيزز ممكن يكون العلاج بتاعها سيرجيكال تريتمنت اورس. حالات الاتش سي سي زي ما قلنا المره اللي فاتت ايذر سيرجري يا اما بالليفر ترانسبلانت او ليفر ريسكشن، او ان انا اعمل ايثانول انجكشن، او ان انا اعمل اللي هو البيكتونس ايثانول انجكشن، او ان انا اعمل ترانسكاستر ارتيريال كيمونوبولوجي زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هو التيس او التير، لو انا هستخدم راديو امبولايزيشن، او ان انا اعمل راديو فريكوانسي ابليشن، او ان انا اعمل مايكروويف ابليشن. الحاجات دي اظن احنا ايه قلناها كلها المره اللي فاتت. تمام. وممكن اعمل كومبايند ايثانول وتيس، اعمل كومبايند ار اف وتيس. تمام. ممكن ادي هرمونال ثيرابي، اعمل كرايو سيرجري، او ادي بيولوجيكال ثيرابي اللي هو الاساسي بقى زي مين؟ زي الـ طبعا بندي النكسافار والحاجات دي كلها. تمام. اللي هو السورافينيب والسورانيب والكلام ده كله، ده في حالات الاتش سي واتكلمنا عنه المره اللي فاتت لو تفتكروا، اللي هو برشلونه كلينيك ستيجنج سيستم فور تريتمنت اوف اتش سي سي. التريتمنت اوف لوكيميا برضو ده بتوع الهيماتولوجي بيبقوا معانا فيها بقى الكيموثيرابي او الراديوثيرابي او الستيم سيل ترانسبلانتيشن او البون مارو ترانسبلانتيشن، واخدين بالكم الحاجات دي كلها، او ان انا اعمل سبرينكتومي في بعض الحالات، حاجات زي كده. المهم او الجين ثيرابي او الاميونوثيرابي، كل ده بيبقى بالتعاون مع زملائنا في الهيماتولوجي. برضو الجلايكوجين ستورج ديزيز ده مش يعني ما بنشوفوش كتير طبعا زي ما انتم شايفين. تمام.
برضو الى حد ما بساعات الكونتينوس نوكتورنال جاستريك انفيوجن اوف جلوكوز وريستارش والنايت تايم فيدنج اوف انكومت كورنس، حاجات زي كده بس ما بنشوفهاش كتير بصراحه يعني، وهتدرسوها اكتر بالتفصيل في الاطفال ان شاء الله. الساركويدوزيس طبعا مين اللي بندي كورتيكوستيرويد زي ما ذكرت لكم، وفي الحالات السيفير سيمتومز ممكن اضيف اد اون اميونو سبريسيف ايجنتس او اميونو مودوليتورز زي الاداسيوبرين او الميدوتريكسيت يعني، عشان اقلل شويه الايه الجرعه الاستيرويد لو العين دخل في سايد افكتس اوف ستيرويد. الهيموليتيك يوريميك سندروم طبعا فلويد تشالنج او فلويد ثيرابي، وبعمل جود مانجمنت للاكيوت رينال فيلير ان هي من ضمن الاسباب اوف اكيوت رينال فيلير. بشوف المانجمنت اوف هيماتولوجيكال ابنورماليتيز والسيفير هايبرتنشن وبالاضافه للنيوتريشنال سبورت وطبعا البين مانجمنت والسبيشال كونسيدريشن فور يوريميك هيموليتيك يوريميك سندروم، ان انا لو في اوفندنج ايجنت انا ساعات بتبقى دراج انديوسد او توكسيك انديوسد، ولو في سوبراد انفيكشن بيتعالج، وبقى ممكن ادي بلازما ثيرابي واللي زي بلازما فريسيس او بعمل ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج في الناس اللي بتيجي باكيوت رينال فيلير. وشكرا يا اولاد ليكم جميعا. هل في حد عنده سؤال النهارده؟ دكتور انا كنت عايز اسال حاجه مش تبع الموضوع يعني. اتفضل اتفضل. ايه الفرق بين الفايبروزيس والسيروزيس لما بنقراها في الريبورت بتاع السونار كده، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفايبروزيس بيبقى كونفايند للبيريبورتال تراكت يا حمد، بيبقى في حاجه اسمها بيريبورتال ثيكنينج للبيريبورتال تراكت. انتوا عارفين البورتال تراكت اللي هي فيها مين؟ اللي هي واحده فيها بورتال فينيول وهيباتيك فينيول وبايل داكتيول مش كده، وهيباتيك ارتريول. تمام تمام. البورتال تراكت اللي هي بتبقى على قوائم المضلع بتاعنا عارفين الهيباتيك لوبيول، بتبقى على الاطراف بتاعته مين؟ البورتال تراكت دي لو تفتكروا الهيستولوجي بتاع الليفر، الناس اللي بتدرس هيستولوجي دلوقتي مش بيبقى في نص اللوبيول مين؟ البورتال تراكت الهيباتيك لوبيول مش كده؟ وعلى راسه مين؟ البورتال تراكت. واخدين بالكم؟ بيبقى فيه هيباتيك فينيول في النص، وبعدين الشيتس بتاعت الهيباتوسايتس، وما بينها وبين بعض الهيباتيك سينوسويدز، وبعدين ايه على الاطراف مين؟ البورتال تراكت. فلما يبقى الفايبروزيس كونفايند للبورتال تراكت بس بسميه بيري بورتال ايه؟ فايبروزيس. وده اللي بيحصل في البلهارسيا. البلهارسيا ما بيحصلش فيها ايه؟ سيروزيس مش كده؟ البلهارسيا بيحصل فيها ايه؟ بيري بورتال فايبروزيس. عشان كده بيقولوا ان البلهارسيا بتعمل ايه؟ بتاكزرت ميزينكايمال افكشن مش بارينكيمال. يعني البلهارسيا مالهاش علاقه بالهيباتوسايت، هي لها علاقه بمين؟ بالبورتال تراكت، لان هي جايه عن طريق مين؟ الجي اي تي والايه والبورتال تريبيوتريز، وبتخش عن طريق البورتال فين لغايه ما توصل لنهايه البورتال فين اللي هو البورتال فينيول اللي هو نهايته عند البورتال تراكت. انما السيروزز ده لو انت قريت الديفينيشن، الناس اللي بتدرس باثولوجي هيقول لك السيروزز ده عباره عن ايه؟ ها؟ ديفيوز هيباتوسيتيك انجري اند نيكروزس. يعني هو ديفيوز اهو فولود باي فايبروزس للهيباتوسايت، بقى يبتدي يحصل يتكون فايبرس تيشو ما بين الهيباتوسايتس وبعضها. تمام كده؟ ويتكون ككومباساتوري ميكانيزم حاجه اسمها ريجنريتنج نوديولز، صح؟ ولما يحصل كل ده يبقى الهيباتيك اركتكتشر كلها اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش؟ اتلخبطت. يحصل ايه؟ ديستورشن للهيباتيك للنورمال هيباتيك اركتكتشر. فاللي عاوز يعرف السيروزس بالظبط كلمه سيروزس يقراها من الباثولوجي الديفينيشن بتاع الباثولوجي. واللي عاوز يعرف البيري بورتال فايبروزس بالظبط يقرا البلهارسي. دورة حياة البلهارسي. تمام كده يا أولاد؟ فلما البيري بورتال فايبروزيس ده اللي متعلق بمين؟ بالبيري بورتال تراك. طب إنما السيروزيس أما بيحصل بقى فايبرس تيشو فورميشن فين؟ في البارينكما بتاعت الليفر ما بين الهيباتوسايتس وبعضها، وبيلاقي في بقى البيسميل نيكروزيس وفي البيسمي وفي البريدجنج نيكروزيس وهكذا. خدت بالكم؟ تمام. اللي هي بيسموها الفورميشن أوف فايبرس سيبت. الفايبرس سيبت دي اللي بتبقى بين الشيتس بتاعت الهيباتوسايتس. يبقى اذا لما الفايبرس تيشو يتنقل ها عند الهيباتوسايتس يبقى انا سميته هنا ايه بقى؟ سيروز. خلاص كده؟ تمام. وده بنسميه بارينكمال افكشن. يعني كلمه سيروز ده بارينكمال افكشن. يعني ايه بارينكمال؟ يعني هو كان التاثير على مين؟ واقع على مين؟ على الهيباتوسايتس. حد عنده سؤال اخر يا اولاد؟ خلاص يا حامد كده تمام؟ تمام كده ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا دكتور لحضرتك. وبرضه نحدد ميعاد المحاضره الثانيه برضه عن طريق التليفون ان شاء الله. تمام يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لكم جميعا يا اولاد. السلام عليكم. السلام عليكم.